هلا بمحطتنا الاخيره عفوا هايدي رح نسلط الضوء على موضوع كثير مهم. نحن بنعرف هلا بمرحله الانقطاع الشهادات عن المدارس لتهيئهم للامتحانات، وبنعرف قديش هي فتره جدا حساسه عند الشهادات لانه بيتعرضوا لضغوطات نفسيه جدا قويه، واحيانا بنلاحظ انه الاهل يعني بيكونوا بنفس الوقت عبء على اولادهم او العكس، لانه احيانا بتحسي الاهل هن اللي عم يقدموا الامتحان على اطفالهم. صحيح. فيمكن مرحله مرينا فيها كلياتنا، كثير من الضغوطات النفسيه بيتعرض لها الطالب، لكن فينا يعني نتبع بعض الخطوات السليمه لنتفادى يمكن هذا الضغط النفسي الكبير. اكيد يعني فينا نقول النور انه قربت الامتحانات وطلابنا الشهاده الثانويه والبكالوريا هدول يعني قربت امتحاناتهم، عم بيحضروا اكثر، عم يراجعوا معلوماتهم مشان يتجهزوا اكثر للامتحانات. فينا نقول انه هي المرحله حساسه نوعا ما، فيها نور ممنوع الطلعات، ممنوع الفوته، ممنوع يجون الضيوف على البيت، فبتلاقي انه الاهل مستنفرين هن واولادهم، لكن يعني نحن نحاول قدر الامكان انه نبعد عن الضغوطات النفسيه عند هدول الاطفال، نحاول انه ندعمهم بقدر الامكان ليقدروا يطلعوا بنتيجه ترضيهم وترضي اهاليهم. لنحكي اكثر مشاهدينا عن الضغط النفسي، عن اثاره السلبيه على الطالب. بيسعدنا انه تكون معنا الاختصاصيه التربويه مريم حاج عثمان. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا صباحك. يمكن هي من اهم المراحل الدراسيه عند الطلاب، ونعرف قديش بيتعرض الطالب ضغط نفسي كتير كبير خلال هي المرحلة، ويمكن أساساً مش خلالها، يعني دائماً في مرحلة مقارنة قبل بسنة لنشوف السنة الجاي بالشهادة، شوف يعني بحرام بيهيئوا قبل بسنتين للضغط النفسي تماماً للطالب. خلينا نحكي عن مفهوم الضغط النفسي، شو هو قبل ما نفوت بالتفاصيل. لما أقول أنا هيدا الطالب يتعرض لضغط نفسي، شو هو الضغط النفسي؟ هو لغوياً هو ثقل، يعني أنا بحط ثقل على شيء معين فبصير عندي هذا الضغط وهذا التوتر. فلما أنا بحط ثقل على شيء بصير عندي عدم توازن بالخلل الوظيفي، انه روتيني اليومي انا ما بقدر اعمله، بصير عندي بمهامي ومسؤولياتي وتوقعات كثير كبيره مني، فبصير عندي هون الخلل بين اني انا وازن بين اموري كلياتها، روتيني اليومي كلياته، مهامي كيف اديها على اكمل وجه بشكل صحي وسليم، فبصير عندي هذا الخلل. كثير مهم انه نعرف الضغوط النفسيه مو بس بتصيب الطالب بهالفتره، بتصيب الاسره كلياتها، وبتصير من الاسره، يعني الاسره كلياتها بصير عندها ضغوط نفسيه بهالفتره هي، ونفس الفكره الاسره هي ممكن يكون مصدر ومنبع هي الضغوط النفسيه. اني انا دائما بدي من الطالب يكون او ابني يكون انه احسن شيء، قارنه بين ابن عمه وابن خاله وابن الجيران وما بعرف شو، بدي اياك ترفع راسي، بدي اشوف حالي فيك. صحيح. دكتور المستقبل، بصير بنادي له دكتور المهندس. ونحن هون خليني احط بين قوسين انه دائما عندنا نوع الكليه او نوع الفرع اللي حد الطالب فاته هو اللي بيتقيم، يعني انت من اي كليه من اي فرع فانا بقيمك. لا خلينا نحط انه المهنه ما لها علاقه بمهندس ولا دكتور ولا اي شيء. تمام. المهنه المجتمع بحاجه تماما. المهم يطلع مبدع، المهم اليوم الدكتور ما في يفوت على العياده اذا ما في نجار عامل له اياها او حداد. أكيد. يعني كلياته بالاخير يعني المجتمع بحاجتهم اليوم. هلا هون نحن بنقيم الطالب بعلاماته، حتى مو ضروري بالفرع. بتقول لك ام انا مثلا يا اخي جيب العلامه الكامله وشو ما بدك فوت. هدول الاهالي اللي شوي اروع، هدول اللي ما بيعطوا ما في ضغط نفسي عنده. فالفكرة ما قيم الطالب بعلاماته. صحيح. أنا قليني كأهل قيم الطالب بجهده. أنت عملت جهدك، أقصى جهدك، أنت راضي عن جهدك، أنا قبلاني كأم أو كأسرة بالنتيجة اللي عم تصير أو اللي أنت العلامة اللي حصلت عليها. هون أنا بخفف على الطالب الضغط، هون أنا بعرف أنه أنا معناتها إذا أنا أخذت علامة معينة ممكن بظروف معينة امتحانية أو بظروف صحية، معناتها أنا ما رح أخلي أهلي يفوتوا بخذلان لانه هن انقطعوا من تمهم اللقمه مثلا وحطوا لي دروس خصوصي. حتى بتحملوا مسؤوليه كثير انه لما ينادوا له بهدول الكلمات بتحسي انه اذا خربت بسؤال معين بالامتحان بتلاقيه خلص انه راح حلمه او حلم اهله. فينا نقول حتى بالماده لما بيكون ماله مقدم منيح فبيعملوا عليه التوتر اكثر وضغوط اكثر، انه ليش انت ما عملت كذا، انا سمعت لك كذا. انا بدي احتوي هذا الطالب بهالفتره هي، وخاصه الاهل عندهم اخطاء تربويه كثير كبيره، انه اي تعديل سلوك بدي اعمله الطالب بدي اعمله بهالفتره، اي شيء بصير بدي انا بلش سد ثغرات عن طفلي بتعديل سلوكه. هي الفتره مو لتعديل السلوك ولا لاني احط سبوت لايت على السلبيات ابني، هي الفتره حتى احتوي ابني، لحتى انا اكون دعم له، حتى اكون انه معلش ماما انا معك شو ما بدك، انا مقدره الجهد اللي انت عامله وانا قبلانه بالنتيجه اذا، خليني احط بين قوسين، اذا انت عامل الجهد المطلوب منك. هون الطالب بصير بيعمل
لا علاماته لإله الأرضاء نفسه مو لأرضاء الأهل فقط صحيح. أو للفرع اللي أنا بدي فوته. خلينا كمان نفوت بعدم ضغط الطالب بشيء اسمه أنه أنت حتروح للفرع الفلاني فبدك علامات الفلانية. خليني أخذ العلامات وخليني أنجح وأبلغ الشيء اللي بدي أبلغه، بعدين بيجي أني أنا أختار الفرع اللي بدي أختاره. هون الطالب بيصير فيه بهروب من الامتحانات وهروب أصلاً من الدراسة. بيصير كتير أهالي عندهم استشارات بدي اللي ابني بيلتهي بأي شيء إلا دراسة وقت الانقطاع أو وقت ضغط الامتحانات، إنه هلا في عنا أقل من شهر للشهادات البكالوريا والتاسعة، فبصير بتقول لي النملة اللي عم بتمشي على كنار الحيط عم بيطلع فيها، بصير بيقول لي ماما أنا بصير بحب الرسم فجأة، بصير بحب الرسم فجأة، بصير بحب الموسيقى فجأة، ماما بصير بيطلع عنده مواهب غريبة عجيبة استكشفها بحاله، بصير بيقول لها في المشروع الفلاني مستقبلا بدي يصير كذا وكذا. هاد خل تعرفي يا أم يا أهل، عرفوا إنه ابنكم مضغوط نفسياً ومضغوط دماغه لحتى عم بيهرب، بصير بياكل، بصير بيهرب بالنوم، بصير بيقول لك أنا مفتح الكتاب من هون بنام من هون، فعرفي إنه دماغي أنا كطالب مضغوط، أنا دماغي كطالب مضغوط، فعلي أنا هون كأهل أو كطالب إني أوعى لدماغي وبلش ريح دماغي بفترات دراسية اللي نحن بنعرفها أنه لازم يكون بعد كل نص ساعة في خمس دقائق راحة، زائد أني أنا أعمل إجراءات وخطوات أني أنا ريح دماغي. كيف ممكن أنا أعمل تمارين اليقظة الذهنية؟ وهي كتير مهمة مو بس للطالب، لأي حدا عنده ضغوط نفسية. أني أنا أعمل تمارين اليقظة الذهنية، أني أنا مثلا أقعد بحس حالي أني أنا مضغوط ما لي أدران أفتح كتاب، نعسان، حاسة حالي جوعان، حاسة حالي عم بلتهي بأي شيء، مباشرة أقعد دقيقتين اسمع الأصوات كلياتها وأقعد عدد الأصوات اللي أنا سامعها. شو عم بعمل؟ عم بعمل يقظة للوعي إني أنا واقف يا دماغ، أنت بدك تمشي معي مو أنا بدي أمشي معك، أنت بدك تأخذ الأوردر مني مو أنا بدي أخذ الأوردر منك. هو دماغي شو تعبان، فهو شو بياخذني؟ بياخذني لأي شيء يلهيني عن الضغط اللي هو حاسس فيه الدماغ. فأنا هون بدي أخذ الدماغ لجهتي أنا، أنا اللي بدك تأخذ الأوامر مني مو أنا بدي أخذ الأوامر منك. فهون أنا ببلش بعد الأصوات اللي هلأ عم بسمعها، بعد الأشياء اللي شايفها مثلاً باللون الأبيض، بعد بشوف براقب تنفسي كيف عم بفوت ويطلع لمدة فقط دقيقتين، وبرجع بكسر الحالة وفوت فيها وفوت بالدراسة. بتلاقي إنه الطالب أو الإنسان المضغوط فعلاً عاش الحالة، صار عنده تركيز أعلى، صار عنده تذكر أعلى، صار عنده ضوضاء للأفكار اللي بدماغه شوية تلاشت، صار عنده هدوء أفضل. فهون أنا بقول عندي سيطرة نوعا ما على الضغوط النفسية، زائد أني أنا لازم أوعى كطالب على جودة النوم. من الأخطاء الكبيرة اللي بيعملها الطالب أنه أنا بيخربت الساعة البيولوجية اللي رب العالمين خلقها عنا، بصير ليل ونهار ونهار وليل. هذا مو غلط أني أنا عم بدرس، أنا عندي جودة دراسة بالليل، ولكن هلأ بفترة الانقطاع المفروض أني أنا ضبط نومي يكون بالليل ونومي والفئة عندي الصبح، لأنه بكرة عندي امتحان صباحاً. أنا إذا طول الليل فايق وعم بدرس، طب أنا عندي رياضيات، عندي فيزياء، عندي أشياء بدها تركيز كتير، فهون الدماغ بيقول له وقف، أنا معود أني أنا بهالساعة نام ارتاح، فما عاد في تركيز، بيقول لك أنا خاتم المادة. تمام. بس لما رحت على ورقة الامتحان كأنه المعلومات تبخرت، هي ما تبخرت ولكن دماغه شعور طبيعي تماماً، دماغه بده يوقف. فجودة النوم كتير مهمة، كتير مهم أني أعرف جودة النوم. طب أنا كيف بدي أعرف أني أنا عندي جودة النوم سيئة مثلا؟ أول شيء أني أنا بروح على 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 سريري بقعد أكثر من نص ساعة ساعة لنام، وإذا بدي فيق فيق غصب. يعني أنا بعرف أنه نومي سيء، إذا بدي نام نام غصب، وإذا بدي فيق فيق غصب. وكمان أني أنا بنام بساعة ما لا معينة وفيق بساعة ما لا معينة. خلينا نروح لنظبط نومنا، كتير مهم اني انا لما بدي اروح على السرير روح فقط للنوم، ما تكون دراستي على السرير، لانه انت حتعطي اوردر لدماغك بشقين. اما حيصير عندي انه انا عم بعطي دماغي امر اني انا كل ما بروح على السرير لازم نام، مشان هيك بتلاقي لما بفتح الكتاب بنعس. فلا تدرس على السرير، او العكس بصير انا لما بدي ادرس على السرير فبصير بعطي لدماغي اوردر انه انا لا تنام، فبصير عندي قلق وتوتر بالليل. طيب. وعندي أرق. طيب. فجودة النوم كتير كتير مهمة، زائد
الغذاء الصحي الجيد وشرب المي. هلا بدنا نركز عليه ونحكي طبعا. بس في عنا كمان مريم عامل بسبب كثير من الضغط النفسي بسبب تفكير سلبي. اليوم بنشوف رفاق السوق يلي بيحكوا بيقولوا انه انا لسه ما درست شيء او انا خلصت هذا الشيء قديش بيسبب سلبيه بيعطي تشاؤم كثير للطالب. نفس الوقت بنشوف كثير من الاساتذه يلي بيقولوا لك انه في ملخص للماده في اسئله مسربه انتم اعتمدوا عليهم واكيد رح تنجحوا بهي الفتره فترة الانقطاع للدراسة. قديش مهم إحنا نبتعد عن هدول الأشخاص؟ تمام. هلا اللي تفضلتي فيه حضرتك انه الرفاق السوء اللي قلتي عليهم في رفاق بيقول لك انا وصلت خلصت الماده وسكرتها فبيحس الطالب الثاني انه هو طب انا مقصر معناتها انا ما عملت اللي علي معناتها فحد بالتالي حتاثر على تحصيل الدراسه وعلامتي فبصير بقارن نفسه وبيحبط. هدول بدنا نعرف انه لازم نبعد عنهم ونعرف انه نحن عندنا قدرات غير قدرات اشخاص تانية. هلا ما راح احط انه هو عم بيكذب او عم بيتباهى او اعرف انه انا قدراتي شيء وانت قدراتك شيء. انا ضليعه بماده معينه خلصتها بسرعه وانت ضليعه بماده معينه خلصتيها بسرعه. هذا من الناحيه انه انا ما اعطي اذني لرفاق حتى انه ما كان سوء هو ممكن بيطيب عم بيحكيها انا خلصت الماده الفلانيه فهو ضليع فيها فانا احترم هذا الشيء واحترم القدرات. خلينا نروح على شق المعلمين المكثفه الفلانيه الملخصات الفلانيه. عزيزي الطالب ما في شيء حيجي برات الكتاب ما في شيء مسرب كلياته هدول خلينا نقولها تحت عنوان التجاره. يعني هلا في كثير بيقولوا لك انه مختصرات وملخصات ومكثفات واسئله متوقعه كلياتها هي مصاري وبالنهايه الاهل عم بيتكلفوا وعم يعني ثقل كثير كبير مادي عليهم انه انا ما بدي اقصر مع ابني فكره انه الام ما بدها تقصر على ابنها فلازم انا اشتري له اياهم لازم انا اخليه يحصل عليهم مثله مثل اي رفيق عنده لحتى يحس انه هو انا عملت اللي علي تجاهه. انا رح اقول للام انت عم بتضيعي وقتك وغير هيك انت عم بتضيعي جهد طالبك الطالب اللي عندي غير هيك حيصير عنده تشتيت بين الكتاب اللي ما رح يجي ولا سؤال غير منه وبين صياغه السؤال اللي عم بيعطيه الاستاذ اللي عم بيعمل المختصرات او المكثفات او فكتير حتعمل لي تشويش للطالب تشتيت للطالب زياده على عبء المادي زياده انه ما في شيء حيجي برات الكتاب وبرات المنهج. طيب خلينا نحكي يمكن في نقطه كثير مهمه اليوم في فروق فرديه يعني أكيد. بين جميع الطلاب ودائما الاهل بيحملوا اطفالهم ما بدنا نظلم كمان كل الاهل في احنا عم نحكي عن الجانب الاخر اللي فعليا بيحملوا طلابهم ضغوط نفسيه انه دائما بدي اياك مثلا الاول بدي علامات تامه احيانا بتشوف في ميول ادبيه في ناس احيانا بيدخلوا ابنهم الفرع العلمي اللي هو اساسا بيحب الفرع الأدبي او العكس صحيح. ليش مهم اليوم الاهالي ينتبهوا لهي الفروق الفرديه ويطبعوا خطوات صحيحه معه من البدايه لتهيئه النفسي اثناء الانقطاع؟ يعني نحن بنعرف في شهر انقطاع قبل الامتحانات هي الفتره جدا مهمه للطالب وللاهل وللمحيط بيلعب دور وانعكاسه كثير كبير على النفسيه. تمام. هلا انا اذا بعرف على قدرات ابني متواضعه مثلا بماده معينه انا ما ارفع سقف توقعاتي فيه او هو خليه يرفع سقف توقعاته عشان ما يحبط لك انا ما اقدر اسكر الماده انا اي عم حط نماذج امتحانيه وزاريه ما عم بقدر حلها فانا عليت سقف توقعاتي خلينا واقعيين ما خلينا توقعاتنا هي بتصب على امنياتنا بتمنى اكون جيب علامه كذا وكذا ولكن انا فعلا عندي قدره معينه بماده معينه ما اتجاوزها معلش اتقبل انه الطالب او ابني هو قدراته هيك ولكن بجانب اخر اكيد بسايد اخر اكيد هو ضليع بماده معينه حترفع له معدله بنسبه معينه فانا اتقبل هذا الشيء ووجه ابني لهذا الموضوع انت اعمل اللي عليك انت اعمل الجهد اللي عليك مطلوب عليك الجهد فقط التوقع ما تتوقع كثير ولكن النتيجه مقبوله شو ما كانت بسبيل انه برجع بقول انت عملت الجهد اللي عليك فهالقدرات هي اللي نحن اللي بنعرفها اكيد في اطفال في طلاب مع طلاب اكيد في قدرات متفاوته. تمام. خلينا نحكي اكثر عن اهميه الفعاليات والندوات اللي تقام من قبل الارشاد والتوجيه المدرسي بهي المرحله. تمام. هلا اذا بدنا نقول على الارشاد المدرسي هو خلينا نقول متواضع نوعا ما صحيح. بهذا الموضوع الشيء الوحيد الفعال هي الدورات المكثفه والمكثفه وللاسف ما بتكون هالفعاليه وما صحيح. بتكون خلينا مصداقين مع الطلاب ما عم بيتجهوا لانه ما لها مصداقيه كبيره بالنسبه لهم فبيروحوا على المكثفات التجاريه الخارجيه الخاصه فهون انا هون بدنا يعني دعم اكثر بدنا اجراءات تتاخذ اكثر لحتى فعلا نكسب هذا الطالب ونكون فعلا الارشاد المدرسي او
الإرشاد الأسري. هذا دور وزارة التربية تماما. لازم تكون منظومة متكاملة مع بعضها لحتى أنا خلي الطالب وأسرة الطالب تثق فيني وخليهم فعلا يلتجئوا لمختص صحيح، ما يكون لمكثفات برا بس تعا اشتري هالأسئلة المسربة، تعا اشتري هالأسئلة المتوقعة. فأنا بفوت ابني بمتاهة إلى أول ما لا آخر، وأنا بنضغط وابني بنضغط، فليش هذا كلياته؟ خلينا نروق شوي. زائد التواصل الاجتماعي، خليني أقول الضغوط النفسية، التواصل الاجتماعي بيعمل ضغط كتير كتير كبير، فأنا خفف من التواصل الاجتماعي للطالب خاصة البكالوريات. أنا بعرف إني ما فيني أنا أقيم الإنترنت من البيت، هتقولي لي في أمهات بتقيم الإنترنت بيفتحوا على وحداته، ما في مشكلة. فالفكرة أني أنا ما أقيم الإنترنت، ولكن حدد ساعات معينة براحة ابني للإنترنت، ممكن يأخذ معلومات، ممكن يأخذ أشياء من منصة تربوية، أشياء تفيده، نماذج وزارية تفيده. ولكن ما فيني أنا أقطع الإنترنت تماما، لأنه هذا خطأ فعلا تربوي شائع عند الأهالي، أنه أنا اللي عم حدد لك، أنا اللي عم سأقول لك، وهو هلأ بفترة حساسة مراهقة. فانت هلا فتره عدم نضج، هلا بلش يطلع من فتره الطفوله لفتره الشباب خاصه البكالوريات. فالفكره اني انا ما اقعد اتصادم مع ابني، صحيح. انا بدي يكون تصالح مع ابني ودعم واحتواء لابني. وهي يمكن ختمتي لقائنا بجمله كثير مهمه، انه دعم واحتواء لابني، وما بدنا كمان نحمل الاهل فوق طاقه، هي مسؤوليه مشتركه وعبء كثير كبير. فبنتمنى لجميع الطلاب السوريين الشهادتين الاعداديه والثانويه التوفيق، لانه فعليا مروا بظروف قاسيه، ونحن بنعرف 6 شباط اثار الزلزال على العديد من المحافظات جدا كبير. خلينا هي تحديد مصير. صحيح صحيح. بدنا نشكرك بالختام، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا لك مريم، نورتينا. اهلا وسهلا فيكم. يا هلا، شكرا لك.